بالاختصار الحقيقة لا سعيد إلا من أسعده الله، وإذا أراد الله أن يسعد الزوج في زواجه والزوجة في زواجها رزقه الدعاء قبل الزواج، وقبل أن يتحمل المسؤولية ويبتلى بالأمانة يلهج بالدعاء ويفتخر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجته وأهله وأن يصلحها له. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجه. فالذي أصلح لزكريا وأصلح لمن قبله يصلح لك زوجتك. فأعظم أسباب السعادة كثرة الدعاء. الأمر الثاني حسن النية في الزواج، ألا يتزوج الإنسان بشهوته، ولكن يتزوج أول ما يتزوج لكي يعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الفواحش والآثام، ويأخذ بينه وبين الله أن يبارك له في هذه الزوجة فيغض بصره عما حرم الله ويحصن فرجه عما نهاه الله عز وجل عنه. فإذا حسنت نيته بارك الله له فيه، لأنه يكون عبادة ويكون له طاعة وقربة. ثم كذلك أيضا مما يعين على السعادة الزوجية ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إلفه ومودته ومحبته لزوجه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله. كان صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجه، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فشهد وهو الصادق صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس لأهله وزوجه. فكان إذا دخل من البيت بمجرد دخوله لا يدخل وفي قلبه على أهله شيء، حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان إذا دخل لا يدخل من وجه الباب، لا يدخل من عرض الباب يتخون أهله صلوات الله وسلامه عليه، حتى في كيفية الدخول. وكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك حتى لا تشم منه إلا رائحة طيبة، لأنه طيب فطاب صلوات الله وسلامه عليه وطيبه ربه. فكان يتفقد المشاعر والأحاسيس، إذا خرج إلى الأمة وقف على منبره فأخشع القلوب لربها وقاد جحافل الإيمان لنصرة القرآن والدين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت لا تأخذه في الله لومة لائم. فإذا دخل إلى بيت الزوجية دخل أكرم بعل وأكرم زوج على أهله صلوات الله وسلامه، دخل بشيء من الإلف والمحبة، لا يدخل وهو يشعرهم أنه العظيم وأنه الكبير وأنه، وإذا بذلك التواضع وذلك الإلف. فإذا بالحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من الحذر وتحتاج إلى شيء من التوقي وتلمس المشاعر، حتى في النداء يناديها ويقول يا عائش، يرخم لها النداء حتى إذا نادى وما عاب طعاما بين يديه قط أبدا صلوات الله وسلامه، ولا سب ولا شتم امرأة بل ولم يسئ إلى أحد بلسانه صلوات الله وسلامه. إن وجد خيرا حمد الله ورد الجميل بأجمل منه، وإن وجد غير ذلك شكر وصبر وذكر الله جل جلاله. فيأتي إلى أم المؤمنين ويقول لها: هل عندكم طعام؟ قالت: لا والله. قال: إني إذا صائم صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا منا جاء وقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا ما عندنا طعام. أقام الدنيا وأقعدها فضيق الله عليه، وأساء فرأى عاقبة السوء. ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. وإذا جرحت مشاعر الأهل بالسيئة ساءتك السيئة التي خرجت من لسانك. فكان يحذر صلوات الله وسلامه عليه في كلامه وخطابه وندائه. ثم إذا وضع الطعام بين يديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقدم له الطعام وتدني إليه الشراب فيقسم عليها أن تشرب قبله صلى الله عليه وسلم، تشرب قبل نبي الأمة وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم. إن كريم الأصل من طاب معدنه طابت شمائله وأدابه. الرجال والعظماء والفضلاء لا ينبلون إلا بالتواضع، لا ينبلون بالتعالي. الزوج إذا دخل إلى بيت الزوجية وهو يحس أنه فوق المرأة وأنه المهيمن والمسيطر، فإن هذا ينعكس على مشاعره وأحاسيسه، يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ويعاشر كما يعاشر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهله وأدخل السرور على زوجه. ففي الصحيحين لما قام الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليهم،
فانظر اليوم يوم عيد ويوم فرحة ما كسر الخواطر صلى الله عليه وسلم، ولا قال لها أنا أقف لك وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري، بل قام صلى الله عليه وسلم ونعم القيام قام، فوقف على عضادتي بين عضادتي الباب، ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهم يلعبون من وراء ظهره صلوات الله وسلامه، فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فانظر إلى طول وقوفه، وانظر إلى إصرارها وطول موقفها رضي الله عنها وأرضاها، تعلم رحمته وشفقته، فتدللت رضي الله عنها وأرضاها وابتهجت، تقول له لا بعد لا بعد، تدللت مع الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعمره صلوات الله عليه في الستينات صلوات الله عليه، وهي صبية تقول اقدروا قدر الصبية الجهلاء، تقولها رضي الله عنها. نريد من زوجاتنا أن تكون الزوجة موطأة الكنف كثيرة الإحسان والتبعل لزوجها، ولكن لا ننظر ما الذي قدمناه لأزواجنا، وبمجرد أن يفكر الواحد منا في حسن العشرة جاءه الشيطان من شياطين الإنس والجن، فأقام له الدنيا وأقعده وقال له إن أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في مستقبلك، إنك إن تواضعت لها ركبتك، وإن تذللت لها أهانتك، وإنها تفعل وتفعل، فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الأهل حتى لا يستطيع الإنسان أن يلتمس خصلة من خصال البر مع أهله، نسأل الله السلامة. ومنهم من يدخل إلى بيته دائم العبوس، دائم الأذية، شديد الصراخ، كثير الكلام، حتى إنك لتعجب والله من الواحد منا إذا جلس مع الناس تبسم وتهلهل وجهه وتحبب إلى الناس، ولربما جاءه الرجل فأساء إليه فيسعه بحلمه ويبدي له الصبر، ولكن ما إن يدخل إلى بيته نسأل الله السلامة والعافية إلا ابتدأ فكشر عن أنيابه وتغير وجهه فأضر وأضر وآذى أهله. لا والله، يقول صلى الله عليه وسلم ما أولئك من خياركم، أي الذين يضربون نساء، ما أولئك من خياركم، فخيار الأمة خيارهم للأهل. ما الذي نريد؟ نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة، وعاشروهن بالمعروف، الكلمة الطيبة، تلمس المشاعر والأحاسيس. ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة أنك تتفكر دائما أنك مديون بالفضل. الرجل الكريم، وهذه من الحكم المعروفة المأثورة، أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس، ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا. ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغمطهم حقوقهم، نسأل الله السلامة والعافية. حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا قلت الفضل لهم أنهم جاءوا، ما يحس أنه ذاك العالم الذي جاء الناس لعلمه، وأنه ما ضرنا إلا الغرور. فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة، وأن نعم الرجال قوامون على النساء، ولكن هناك آداب، هناك شمائل زين الله بها أهل التقوى. فإذا لم نكن طيبين بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلمن نكون؟ وإذا لم تكن بيوتنا مبنية على المحبة والإلفة فأين تكون الإلفة والمحبة؟ ومهما كان من زوجتك من إساءة فاصبر عليها. والزوجة إذا شعرت دائما، لما نقول النظر بعين النقص، لا تحس أن لك كمال على الناس، فإذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير، وقلت الكلمة الطيبة بارك الله فيك أحسن الله إليك، هذه الدعوات الصالحة تجد أثرها وخيرها عليك في بيتك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فالحمد لله أنك وجدت امرأة تطبخ لك، وكم من امرأة تمردت على زوجها. وإذا رأيتها غسلت ثوبك أو أحسنت إليك أو جاءتك بالشيء قلت جزاك الله كل خير، أمام أولادها تثني عليها وتجلها فأولادك يجلونها، ثم هي تقابلك بالإجلال فإذا بأولادك يحبوك ويحبوها ويكرموك ويكرموها، وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تقوم عليه بيوت المسلمين، والعكس بالعكس. فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق، وأن أقل غلطة من المرأة لا تغتفر، وأنها إذا زلت بلسانها قام فسبها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها. من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت 50 والستين وإذا بزوجها يسفهها أمام أولادها،
من أقبح العيب والله أن يكسر خاطرها ويهين كرامتها أمام أولادها، وهذا والله ليس من العشرة بالمعروف. راقب أفعالك وراقب تصرفاتك، إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير، وتحتاج منك إلى تضحية. كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع منهم إلا الخير. يقولون إن زكريا عليه السلام كانت امرأة تسبه وتشتمه وتهينه، ومع ذلك كان صابرا. المرأة ابتلاء من الله، ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وأنت كريم. كان رجل من العلماء في المدينة، من علماء المدينة، وقال لزوجته ذات يوم وكانت تهينه، قال لها: تهينيني؟ هلا دخلت المسجد ونظرت إلى الناس؟ فجاءته في المسجد ونظرت، وإذا بالأمة أصغت إليه وأطرقت برؤوسها. ثم لما رجع إلى البيت قال لها: هل رأيت؟ قالت: وماذا رأيت؟ رأيت الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت، كلهم خاشعون إلا أنت تصيح وتلغي وتفعل وتفعل، لأنها تنظر بعين النقد. المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد فنسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود لابد من الصبر، لابد من التجمل واحتساب الأجر. يبتليك الله بزوجتك لدرجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فتدخل إلى البيت فإن سمعت خيرا قلت: الحمد لله الذي رزقني زوجة تخاف الله، وإن رأيت غير ذلك قلت: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهدها، اللهم أصلحها. فإذا بأولادك يحبوك ويكرموك. يقولون عن رجل من العلماء أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ابنا بارا عجبا من بره، فقال له: أتعجب من بره؟ والله لقد عشت مع أمه 20 أو 30 عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترى. الذي يصبر لابد من الصبر والتحمل. الذي يريد السعادة يدخل إلى بيته بقلب واسع، ما رأى من خير شكره، ويشعر أهله بأنه زوج وأنه كريم. وإذا رآك أبناؤك بهذه الصفة، أمهم تضع طعامها فتشكرها، تعودوا شكر الناس على الإحسان. وإذا رأوك كريما مع زوجتك تعلموا كيف يعيشون مع الناس كراما. البيت مدرسة، وعلينا أن نتقي الله في أفعالنا وأقوالنا وما يصدر منا، خاصة أمام الأبناء وأمام البنات. ومن وفى والسعيد من وفقه الله. فالسعادة الزوجية لا تكون ولن تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقه وسار على نهجه واحتسب الأجر عند الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدنا وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.